لا يزال نفس ليش؟ الفكرة، بيعتقدوا أن الإنسان بيقضي 6 سنوات في الجامعة بس يدرس مساج. المساج جزء من العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي عن 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 مهنة طبية كاملة، مثلها مثل المهنة، يعني العلاج عن طريق الدواء، العلاج عن طريق الجراحة، وفي علاج اسمه عن طريق العلاج الطبيعي طبعا لا أكثر ولا أقل. ولا يزال عندنا، وحاب أنا مضبوط أستفيد من هذه المقابلة وأحكي عن الحالات الغير معروف في إنها بتفيد للعلاج غير الطبيعي، المعروفة. الغير نعم معروفة. يعني إحنا في مجتمعنا وفي المجتمعات العربية كلها معروف العلاج الطبيعي إنه بشكل أساسي لمشاكل العظام والمفاصل، لمشاكل الرقبة والظهر والكسور وحوادث السيارات والشلل النصفي والشلل الدماغي و و إلى آخره. هاي فعلا معروفة، صح. بس أنا بسألك أنت، وأنت إنسان عندك خبرة في الحياة وفي المقابلات والأشياء هاي، عمرك سمعتي إنه في حدا مثلا راح للعلاج الطبيعي ست وعندها هبوط في الرحم؟ المفروض عمرك سمعتي او شفتي حدا مثلا ست راحت للعلاج الطبيعي وعندها عدم قدرة على التحكم في البول؟ مفروض عمرك سمعتي حدا راح للعلاج الطبيعي وتحول للعلاج الطبيعي حدا عنده مثلا التهابات في الأذن، في الأنف، جيوب الأنفية؟ ما حدا. هلا هاي الأشياء من الأشياء المهمة جدا. هلا برجع أنا وبحكي بطريقة تساؤل. هلا هبوط الرحم، هبوط الرحم عبارة عن إيش؟ عبارة عن ضعف في العضلات وفي الأوتار اللي في منطقة الحوض، فبالتالي شغلتها شغلة عضلات، فبالتالي شغلها جزء من الرياضة الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي. طيب التبول لا إرادي نفس القصة، نتيجة الحمل والولادة المتكررة في نفس المنطقة، هي منطقة الحوض برضو كمان بصير في عندنا ضعف في العضلات، فبصير عدم قدرة عند الست على بتصير بدها التحكم. تدرب العضلة، هلا لأنه أنت منين؟ أصلا في ما هو الأصل بتدرب العضلة وبتشد وبترخي لأن أنت تتحكم فيها منيح. وعلى فكرة مش بس بالإيدين، يعني في كتير ناس بيقول لك ما هو مساج بالإيدين، لا في 1000 جهاز أنت طبعا بتستخدم. طبعا طبعا طبعا. طيب هلا فبالتالي مش قلت التبول برضو كمان شغلة لها علاقة بالعضلات. هلا مسلس الالتهابات الجيوب الأنفية، الجيوب الأنفية، التهابات الجيوب الأنفية عبارة عن جسم الإنسان عبارة عن مكونين رئيسيات. المكون الأول اللي هو الهيكل العظمي اللي هو جزء من الجمجمة اللي هو بيجي ورا الأنف اللي هو العظم. فبالتالي التهاب الجيوب الأنفية عبارة عن بيبدأ في الأنف وفي العضلات تبعت الأنف، وبعدين بيدخل على العظم فبصير التهاب في العظم. فبالتالي هذا الالتهاب اللي في العظم في الجيوب الأنفية زيه زي التهاب مفصل الركبة. يعني فبرضه بروح، برضه في كمان ناس له بفكروا علاج في العلاج مزمن الطبيعي. لا لا حكي مش كثير دقيق. بعدين. فبالتالي عشان هيك بقول أنا هذا الممتع في شغلنا، إنه لا نزال لسه في عندنا أشياء جديدة وأشياء متجددة وأشياء لسه الناس ما بتعرفها، وحتى زملائنا في الطب ما بيعرفوها وما بيستفيدوا منها. فإحنا لساتنا في عندنا أشياء كنوز موجودة في داخل المهنة بنضلنا نطلع منها. صحيح. هلا كل القضايا هاي يعني طبعا في هاي غيد من فيض، طبعا يعني ما في طبعا مرض طبعا الا بدخل في طبعا العلاج الطبيعي. يعني طبعا مثلا احنا لما طبعا بننساب في اجرينا وايدينا، في ناس كتير فينا ممكن يحملوا الاصابة، صحيح، بس اللي بتابعها بالفيزيوثيرابي بترجع تقريبا زي اول، كلها بترجع زي اول، بترجع زي بتصير اول 100%. تتحرك، طبعا بصير يحس فيها، طبعا لانه سنسيشن والموفمنت كله صح صح بيعتمد صح صح على الفيزيوثيرابي في صح الاساس. العلاج الطبيعي مظبوط مظبوط. فإحنا الـ المشكلة عندنا في الطب بشكل عام إنه برضو الناس خلاص لما بتقتنع بشيء ما بتغيره بسهولة. شايفة كيف؟ يعني المهنة مهنة واسعة، مهنة كاملة متكاملة، تمام. يعني بتدخل في علاج كل شيء له علاقة بالعضلات وفي المفاصل وفي العظام، وأي مشكلة طبية تنتج عن هذه الأجهزة المهمة في جسم الإنسان تحول لعلاج طبيعي. صح. يعني احنا مش لازم نستهين في هذا الموضوع يا جماعة. احيانا استاذ اسامة المغاري يمكن يكون العلاج الطبيعي اهم بكتير من مفاصل طبية اخرى، يمكن يكون هو مفتاح الفرج للمرض اللي انا بعاني منه بدون ما اعرف. أكيد وهي هي المصيبة، انه كيف احنا بدنا نعرف مستمعينا غير عن 3 الامراض اللي حكيتها حضرتك، انه في كتير اشياء، في كتير اشياء لازم تروح فيها على علاج طبيعي، وكمان لاخواننا الاطباء. طبعا طبعا طبعا. هذا الاشي كتير كتير مهم يعني يمكن الاطباء الجداد لسه اللي بيروحوا مؤتمرات وهيك لسه اعرف والله، هذا حتى الموضوع. الجداد والقدم. يعني اقول لك انا بصراحة من تجربتي الشخصية انه في اكثر من طبيب من الاطباء المعروفين في البلد بلسانهم حكوا لي احنا ما عرفنا العلاج الطبيعي لما اجينا تعالجنا بالعلاج الطبيعي. يا الله.
هذا انا بعرف الموضوع ده. كتير معلومات، بقول لك انا للوقفه الطويله ما لي علاج طبيعي. اطباء اسنان، احنا حتى الاعلاميين للقعده الطويله، بقول لك انا ما لي علاج طبيعي، حتى لو مشيت او سبحت، العلاج الطبيعي هو اللي بيخلي جسمي يتوافق مع بعضه. طبعا تعرف المشكله انه لا، يعني صحيح انه يعني بقدر اقول لك انه ازدادت معرفه الناس بشكل عام، بس لم تصل الى للحد الحد المطلوب. المطلوب. شايف كيف؟ يعني ما وصلت للحد الحقيقي المطلوب للمجتمع كمجتمع بشكل كامل متكامل، سواء كانوا اطباء سواء كانوا تمريض، الناس بيشتغلوا في المجالات الطبيه والصحيه. لا البنت طب خلينا نعم نحكي تفضل. اهم مفاصل العلاج الطبيعي، ومين اكثر ناس ممكن يستفيدوا منه، على ايش بيعتمد؟ هل على نوعية الجلسة، على مدتها، على الاستمرارية ربما في الجلسات؟ واحكي لنا للناس اللي ما بتعرف انه شو بتستخدمه بالضبط. في كثير ناس بيفكروا انه المساج بس، انه تسوي شوي على الظهر وتسوي شوي على الاجرين بالايدين. تفضل. خليني اخت ميسون اختصر لك الفكره يا ريت. تبعتي كالتالي. اولا بعد الخبره تبعتي هاي بمهنه العلاج الطبيعي، بقدر اقول لك هو بثقه كامله انه العلاج الطبيعي هو عباره عن تفعيل، استعمال طرق ووسائل لتفعيل ما هو في جسم الانسان لعلاج نفسه بنفسه. وهذه من النقاط الايجابيه جدا بالعلاج الطبيعي، بمعنى انه انا ما بدخل شيء على جسم الانسان بمهنتي وبشغلي، ما بدخل لا اشياء كيماويه ولا اشياء يعني طبيعيه ولا غير طبيعيه. احنا بنفعل وبنستفيد من الاشياء الموجوده في جسم الانسان لعلاج نفسه بنفسه. واعطيك مثال بسيط جدا. وهذا أجمل إشي. انه هلا يعني احنا بنعرف نكون صادقين مع انفسنا، حبه الاسبرين لها سلبيات على جسم الانسان، لها سلبيات على المعده. حبة الأكامول إلها سلبيات على جسم الإنسان، أي دواء في الدنيا إله سلبيات. إلا العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي إذا ما عولجت عند ناس متخصصين في مهنتهم، هل لا تقارني العلاج الطبيعي باللي بروح لك بروح على حمام تركي ولا على حمام أو على مجبر. أو كذا تقولي لي هذا علاج طبيعي؟ لا هذا الحكي مش دقيق. لا هو وهذا أنا من الشغلات اللي لا هذا لا بتقولي يمنع أني أروح على العلاج الطبيعي أو على الحمام التركي، بس العلاج الطبيعي كثير هذا جزء من، منيح، هذاك هذا ترفيهي، طبي، هذاك هذاك ترفيهي ترفيهي، هذاك بالضبط، ممكن ترفيهي. هذاك يعني إشي بس برضو دايت. برضو برضو للعلم، للعلم تركي ويعمل ساونا وجاكوزي ومساج الا ما يكون في عنده مشكله معينه. اما بيكونش كومبليتلي فري، يعني والله شخص هيك فعلا بروح هيك فور فن، يعني لا 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 اطلاقا. وعشان هيك احنا بيجينا كتير بعد ما يروح بتلاقيه مثلا بروح عند اشخاص غير متخصصين بالعلاج الطبيعي، مجرد مساجست، وبروح بطرق له عصب ولا كذا، وبعدها برجع للعلاج الطبيعي وتألم جدا وعنده مشكلة جدية. وبتصير معنا بدون مبالغة كل شهرين ثلاثة إلا ما يجينا واحد من إحدى المراكز هون 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 هون. فهون هاي برضو كمان ندير بالنا يا بده جماعة. طبعا يدير بال الواحد انه جسم الانسان، شوفي اغلى شيء على وجه الارض اللي هو جسم الانسان، اغلى من جهاز الكمبيوتر، اغلى من السياره، واثمن من كل شيء على وجه الارض. فايش معنى انا لما بتخرب سيارتي والله دايما بقولها، بروح الناس على انا دايما بقول بخرب تلفزيوني في نفس الثانيه، بس لكن بس ظهري بيوجعني، بقول معلش بكره بروح على الدكتور. او حتى لما الواحد بطني يوجعه بروح بشرب مرميه، مش فاهم ليش. يعني شو يعني شو يعني شو يعني انت يعني ليش انت ما بتستدعي الطبيب اللي هو الميكانيكي تبع السياره لما تخرب سيارتك طوالي بتروح على بصراحه مزبوط. طيب خليني اختم معك في نصيحه اخيره، العلاج الطبيعي ممكن يكون اسلوب حياه حتى للاشخاص الاصحاء، اليس كذلك؟ مش بس الاشخاص، صحيح الاشخاص صحيح المرضى، صحيح. لحتى لنوصل للمرض اذا انا بروح على العلاج الطبيعي بشكل متواتر، بمعنى بشكل مستمر ما بين الفينه والاخرى حسب ما انت حضرتك بتحدد، ممكن ان لا اصل الى المرض. طيب انا خليني اعطيك مثال حي في هذا الموضوع. يا ريت سريعا. هلا في عندنا احنا صديق لنا او جارنا او صار صديقنا صيدلي، وهذا الصيدلي كان عنده مشكله في الظهر، واجي اخذ كورس كامل علاج طبيعي، وبعدها نصحناه بالرياضه اللي هي رياضه المشي والسباحه، وهذا الحكي قبل حوالي 15 سنه. لا يزال هذا الشخص بيسبح وبيمشي لانه صار اسلوب حياه عنده، صار دخل في ناحيه وقائيه مش فقط علاجيه. هذا اللي متكلم فيه، هذا من ضمن الطب الوقائي وليس فقط العلاجي، وكان اون ذا ليست فور سيرجري. شفت شفت. اذا صباح العلاج الطبيعي، هذا الطب الوقائي الجميل، يعني بكفي الواحد هيك بحس حاله متصالح مع جسمه على فكره. صحيح. بعد جلسه صحيح. علاج طبيعي، وهلا صحيح. صرت احس كمان، عندي صحبات بيقولوا لي في دليفري فيزيوثيرابيست، في لا في بعض الناس بيجيبوا المعالج عندهم للبيت، بس بشرط واحد، المريض نفسه ما بيقدر يوصل للمركز لا لسبب في منه، طبي بس انه في
لسبب طبي انه المريض نفسه اذا ما بيقدر يوصل طبعا احنا بنروح لوين ما يكون. طبعا. شكرا جزيلا اختصاص العلاج الطبيعي المعروف اسامه المغاري من ايام الثمانينات، وانت ما شاء الله عنك بس ما تغيرت، الله يرضى عم عليك، تزداد شباب ما شاء الله الله يرضى عنك. عليك. صباح تسلم الفل تسلم. الحلوه موجود طبعا في مركز فينيكس في عماره مخمس. حيوه معي مستمعينا صباح العلاج الطبيعي، بنهديك هالاغنيه. شكرا.